مرحبا بالناس الكل. اليوم نبدأ مع بعضنا كورس لينوكس. هذا الفيديو هو الأول في السلسلة وهو عبارة على introduction والأشياء اللي لازم تعرفها باش تبدأ تتعلم لينوكس. اليوم أنتم على موعد مع أفضل نظام تشغيل موجود حاليا، وباش تشوفوا معنا في سلايدز علاش بالتحديد قلت الشيء هذا. في آخر الحلقة موجود سؤال هو عبارة على لغز، ننتظر منكم إجابة في الكومنتس بعد ما تعملوا بحث صغير. قبل ما نبدأ نطلب منكم أنه تنزلوا على زر الاشتراك باش نوصل في تقديم محتوى ينفعكم. الكورس هذا موجه لمن؟ الناس اللي باش تستفاد بالأساس هم المبتدئين في هذا المجال، والستودنتس سواء تقرأ في الجامعة أو في الثانوية، وكذلك موجه للبروفيشنالز اللي مهتمين أنه يتعلموا لينوكس. أول حاجة لازم نتعرفوا على لينوكس. لينوكس عبارة عن Operating System، يعني نظام تشغيل كيف وكيف الويندوز. لينوكس هو Free و Open Source، يعني تقدر تحمله مجانا وبدون مقابل. ثالث حاجة، لينوكس is Kernel Based، يعني بكل بساطة أنه يساعد الهاردوير والسوفتوير متاع الكمبيوتر أنه يتحدثوا مع بعض. نتكلم أول حاجة قبل ما ندخلوا في اللينوكس على حاجة اسمها الفيرجنز أو الإصدارات. الإصدارات في اللينوكس تختلف حسب استعمالاتها وطرق تشغيلها، ونجم نذكر أشهر فيرجن وهي أوبنتو وديبيان وسنت أو إس وغيرهم الإصدارات الكثيرة في عالم اللينوكس. بالنسبة لنا أحنا باش نستعملوا كالي لينوكس اللي هو بيزد على ديبيان. الكورس هذا يشرح لينوكس كله، يعني ما عندوش علاقة بإصدار معين. باهي، علاش أول حاجة أنا نتعلم لينوكس؟ لو أنت داخل في مسار البنتريشن تيستر أو الإثيكال هاكر أو السكيورتي أناليست أو السكيورتي إنجينير أو السيستم أدمينستريتور أو ديفسيكوبس إنجينير اللي تعتبر الوظيفة ترند في الوقت الحالي، فأنت محتاج أنه تتعلم لينوكس وكيفية استخدامه باش تحصل على وظيفة في العالم هذا. وعندنا توا حاجة مهمة برشا، أنا محتاج شنية باش نتعلم؟ هذه أهم حاجة في الدنيا. باش نتعلم أول حاجة السيستم مانجمنت، كيفية إدارة السيستم، وهذا عبارة عن أساسيات لينوكس والكوماندز وكيفية إدارة الملفات والنتورك. باش نتعلم زادة كيفية استغلال اللينوكس مع السكيورتي. حاجة أخرى مهمة وهي السكريبتينج والأوتوميشن، وهي عبارة عن كتابة كود لتسهيل مهمة معينة. وآخر حاجة الترابل شوتينج، يعني لو جاك إرر أو مشكل باش نكونوا قادرين على اعطاء حلول لتفادي مشكلات اكبر. باهي، كيفاش نقرا بشكل سليم في الكورس هذا؟ اول حاجه لازم تكون مركز 100% باش تجمع اكبر قدر من المعلومات. ثاني حاجه الافضل انه تعمل بحث وريسيرش على المواضيع اللي نحكيو فيها. اهم حاجه هو البراكتس، يعني في حاله انه يكون موجود كود في الكورس من المستحسن انه تجرب الكود في الكمبيوتر متاعك. واخر حاجه هي طرح الاسئله، لو كان عندك سؤال وحتى لو كان بسيط اكتبوا في تعليق تحت الفيديو وان شاء الله موجود ناس باش تجاوبك. وسؤال اليوم هو Who created the Linux kernel؟ من اخترع لينوكس؟ ننتظر جوابكم في التعليقات. ان شاء الله تكون المقدمة جاوبت على الأسئلة اللي جاتكم، وملتقانا في الفيديو القادم.